احمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم ما بعد، احبتي في الله، احييكم اينما كنتم في ارض الله بتحيات الاسلام، فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. هذه حلقه جديده في برنامجنا الاسبوعي البيوت الآمنة، أمن الله بيوت المسلمين وطرد عنها كل مكروه وسوء، وطرد عنها شياطين الإنس والجن، وحبب الأزواج إلى زوجاتهم، وحبب الزوجات إلى أزواجهن، وحبب الأبناء إلى الآباء، وجعلهم من البررة الأبرار، وكذلك بناتنا الفضليات. عصم الله شبابنا وفتياتنا من كل شر ومن كل مكروه وسوء. يعني نحن ما زلنا في أيام الصيف، وفي الصيف يبدو أن هناك تفرغ تام ما بين الأزواج والزوجات في البيوت. ربما شغل الرجال طوال العام بالأعمال من الصباح إلى المساء، شغلت النساء الفضلات الزوجات الفاضلات بالمذاكرة وبالأولاد والامتحانات وبالبيت وهموم البيت وما فيه من قضايا مستمرة. ويبدو أن فترة الصيف لا يلتقط بعض الناس أنفاسهم ولا تلتقط بعض النساء أنفاسهن من طول رحلة العام الدراسي، ولكن يبدو هناك تفرغ للطرفين، فتبدأ مساحة الفراغ التي لا تملأ إلا لا تملأ بالخير، وإنما تملأ بأشياء أخرى. ويبحث بعض الناس عن سفاسف الأمور وعن توافه الأمور، فيتسع الرتق على الراتق، وتصير المشاكل أكبر مما يتخيل الإنسان. وهذا لسبب واحد، السبب الأساسي عدم وجود مفتاح الشخصية عند كل طرف. يعني لو أدرك الزوج مفتاح شخصية زوجته، أدركت الزوجة مفتاح شخصية زوجها، لاستراح الجميع، استراحوا وأراحوا. لكن يبدو أن فقدان هذا المفتاح هو الذي يعمل مشكلة كبيرة، يعني يؤدي إلى قضية، يعني تورث مشاكل أو تنتج مشاكل لا قبل للطرفين بها، وتتسع الهوة بين الطرفين. أولا، حقيقة علماء النفس توقفوا كثيرا عند شخصية الأنثى والذكر أو الرجل والمرأة، وجدوا الآتي، وهذه دراسات مستفيضة على مر يعني التاريخ. وجدوا مثلا أن مسألة الكلام، يضيق بعض الأزواج بثرثرة وكثرة كلام الزوجة. يعني الموضوع الذي يحتاج إلى 4 كلمات هي تستخدم 40 كلمة. وقلنا من قبل أن تقريبا المرأة العربية بالذات تستخدم في اليوم أو تتكلم في اليوم يعني 11,500 كلمة. فلك أن تتخيل 11,500 كلمة، والرجل العربي يتكلم 7,500 كلمة. يعني مجموع الكلمات التي يخرجها الزوج والزوجة في اليوم تقريبا ما يقرب من 19,000 كلمة. يا الله، الله أعلم يعني أي كلمات فيها في ميزان الحسنات وأيها في ميزان السيئات، هذه يعني كارثة أخرى. لكن قضية الثرثرة، كثرة الكلام، وجدوا أن البنت تتكلم قبل الولد. يعني بعد البنت ما تصل الى سن معينة في بداية العمر، يعني ان سبحان الله عندها الثرثرة اكثر، وربما تقول كلام غير مفهوم لكن تثرثر تتكلم. وانت ايها الزوج الكريم، هذه الزوجة التي معك اللي من 20 و30 سنة قضيت معها عمرا يعني ان شاء الله يكون هانئا سعيدا، هي نفسها نفس البنت الصغيرة التي كانت تثرثر وتدردش وتتكلم أكثر من أخيها نفسها، بس هو وضع السن. لكن أنت تضيق ذرعا بكثرة كلامها، لا، يجب ألا تضيق ذرعا، يجب أن تحتملها، لأن هذه طبيعة، هذه طبيعة. فطبيعة المرأة، أننا قلنا من قبل أنها تفصيلية الأحداث، دايما تبحث عن الأحداث، يعني تحب أن تسأل عن صغير الأمر وكبيره، دقيق الأمر وجليله، أنت تريد إجمال المسألة. فبالتالي لما يكون زوج، كما قال العربي، أنت تائق وأنا مائق فمتى نتفق؟
يعني انا سريع الغضب وانت سريع الخطأ، فمتى نتفق؟ انا اغضب بسرعة وانت تخطئ بسرعة، فلن يكون هناك اتفاق. واكثر البيوت بهذا تبدا يعني تصنع من الحبه قبه، يعني كما يقولون، يعني المساله تكون بسيطه وتكبر وتكبر ككره الثلج التي تتدحرج فتصل الى حجم ضغط يعني لا يستطيع احد ان يوقفها. هذه مساله. اذا لو ادرك الرجل مفتاح شخصيه الزوجه في قضيه الكلام يستريح. لماذا؟ لان تساله عن تفاصيل معينه هو يضيق ذرعا، يبتدي يمل، تبتدي الزوجة تتهم أنه رجل بارد الأعصاب، أو أنه غير معتني بكلامها، أو أنه لا يحترمها، أو أنه يهينها أمام الأولاد، أو أنه لا يصغي إليها، أو أنها لا يعطيها سمعه إلى هذا الكلام. فكل المسألة أن تريد منك فهما أنها عندها كثرة الكلام، ليس لأنها يعني كثيرة الدردشة، يعني لأن هذه طبيعة وليست يعني لا نقول ليست عيبا، وانما يجب ان يعني تستخدم المراه لما تجد ان زوجها اجمالي زياده عن اللزوم، تستخدم يعني الجمل المهمه، لا داعي للدخول في تفاصيل التفاصيل وما وراء السطور وما خلف السطور وما بين السطور، لا، نحن نريد ان تكون المساله اجماليه مقربه، هذا يقربك الى الزوج. اما ان في ازواج يصابون بعد الزواج بالصمم، هو مش صمم يعني لا يسمع، لا هو يسمع كل العالم ما عدا صوتا واحدا، لأن صوت هو يرى أنها يعني تدخل في موضوعات ليست لها أهمية، أو تعيد الموضوعات التي قالتها من قبل، وتعيد الشكوى كما قالتها من قبل، هي نفس الشكوى التي من 10 سنوات ومن 20 سنة. طبعا هذا زوج متسرح في الحكم، يجب أن يصبر، يشرح صدره. قضية القوامة لا تكون إلا بالاحتواء والاستماع والإنصات، لأنني عندما أنصت لأي طرف من الأطراف أعطيه اهتمام، فلما أعطيه اهتمام يشعر هو أنني أقدره، ولما لا أصغي مثلا هي تتكلم وهو يمسك في الجريدة أو يطالع مباراة كرة القدم مثلا، يعني طيب أنت تعرفين أنه يحب هذا النوع من المباريات أو هذا النوع من الفن أو هذا النوع من اللعب معين المباح يعني، فعندئذ اتركي له مساحة، يعني اعتقيد وجه الله لمدة ساعة مثلا، ثم بعد ذلك دردش. لكن تأتي في هو يعني يحب هذا النوع من المباريات مثلا، أنت ليس لك في هذا نصيب، غالبا النساء ليس لهن في المباريات يعني مثلا، فبالتالي هي تستصغر ما يحبه. لا، الهوايات دي لا تستصغر، يعني الرجل طفل كبير ويجب أن تعطيه هذه المساحة، بل بالعكس لما تجيه مهتم جدا زي بالضبط معاملة الأولاد، لما نجد الأولاد يحبون المباريات والكرة ندردش معهم في نفس الاهتمام حتى نتقارب معهم، لكن أن نفصل بيننا وبينهم يقول إيه التفاهات دي، أو الزوجة تقول رجل عيب عليك 50 سنة عمرك شاب شعرك وشاب شعرك ووهن عظمك، وبعدين قاعد تتفرج على شوية لاعبين يجرون خلف كرة 22 واحد، لا هذا يعني هذه هو يعتبر هذا سخرية مما يحب. فدي عدم إدراك من الزوجة لمفتاح شخصية الزوج، بل بالعكس هي لو وقفت على الأرض التي يهتم بها يبتدي هو ينصد بعد ذلك. فاستخدام مفتاح الشخصية هو استخدام مهم جدا، ويجب أن نراعي هذه المسألة. أيضا قضية سبحان الله العظيم، الإحساس بالأشياء الأخرى. كيف يعني؟ عملوا تجربة علماء النفس عجيبة جدا، وده يتوافق سبحان الله مع حسن التعامل بأن نعاشر زوجاتنا بالمعروف، قال ربنا وعاشرهن بالمعروف، لابد أن يكون هناك معروف، وإن تبخر المعروف فلا يبقى شيء. عملوا تجربة، جابوا تلاميذ صغار في المراحل الأولى الابتدائية وتلميذات، وبعدين راحوا على حديقة حيوان في موسكو أظن، أو في بطرسبورج بلد هذا هكذا، فوجدوا الآتي: البنت تنادي على الحيوانات بصوت لطيف وتعطيه قطعة لقمة خبز، تمام؟ بهذا المنطق. الولد ينادي على الحيوان بصوت أجش من باب يعني إظهار رجولته المبكرة، ويحذف أو قد يضرب الحيوان بحجر صغير او بطوبة
في 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 سبحان الله بيده. هذه طبيعة شخصية الولد والبنت سبحان الله. قضية الاحتواء، تجد قعد الولد والبنت يبقى توأم عمرهم سنتين او ثلاثة، اعطي البنت يعني دميتها العروسة اللي تلعب بها، تحتضنها بحب وبحنان وتجعلها تنام جنبها، الولد ماسك مسدس وينفعل في اللعب، وسبحان الله العظيم. هذه طبيعة، هذه طبع الطبائع، وهذه تكبر مع الانسان وتنمى مع البيئة. البنت لما تجد حنوم من الاب وعطف وحنان من الام وعاطفة ايضا، تركا الى مسألة العاطفة، لان هذه وسيلة تأثير كبيرة في المجتمع الخارجي، يعني كم البكاء عند البنت وهي صغيرة اكبر من كم الولد. هذه طبيعة، هذه عاطفة خلقها رب العباد في التكوين، كما قال ربنا وليس الذكر كالأنثى. ده طبيعة ودي طبيعة، في اختلاف الطبيعة واختلاف المهام ايضا، لان المهمة اللي يقوم بها الرجل غير المهمة او المهمة اللي تقوم بها المرأة. يعني المرأة لها ان تمتص وان تحتوي وان تسمع وان تنصت وان تصبر، هذه قضية. من الواجب ايضا ان الزوج يستخدم عقله، والعقل مقدم على العاطفة، لان الانسان اللي يقدم عاطفته على عقله قد تلعب به الاهواء. لكن لما المرأة تستخدم عاطفتها هذه طبيعة. فانت يجب يعني كلامي هذا لازواجنا، للازواج وللزوجات، كلامنا للاولاد وللبنات، كلامنا للقادمين والمقبلين على الزواج، حتى تعمر البيوت ويستشري فيها الخير ويستشري فيها فهم شخصية الايه، فهم شخصية الاخر. ايضا لما تقارن بين الولد والبنت في التكوين، وبالتالي المرأة والرجل او الذكر والانثى، تجد من ناحية الارادة ان ارادة الرجل اقوى طبيعة الحال، هو الذي يتحمل الصدمات، يتلقاها بصدر رحب، قد يصبر عليها. المرأة تنفعل، تبكي لاول وهلة، يعني تستخدم دموعها في كثير من الاوقات. فهذه مسألة تحتاج الى دراية ودراسة. ايضا تجد ان وجدوا ان الانثى من صغرها ادق ملاحظة من الايه، من الولد. البنت اكثر ليه؟ لان اكثر تدقيق. انا اضرب لك مثال بسيط جدا، اذهب انت واهلك لزيارة اقارب لك، اقارب لكم، دخلت هي عند الاخوات، انت قعدت مع مثلا، ثم بعد الزيارة في السيارة وانت عائد تقول لك هل نظرت الى الثريا التي في السقف؟ قل لا والله. طب هل نظرت الى السجادة التي كانت تحت قدميك؟ هي كانت تحت قدميه هو، مش تحت قدميه هي، هي كانت جوة في الداخل، لكن هو داخلة عينها لمحت السجادة في مدخل البيت سبحان الله، فالتقطت عيناها وذاكرتها الحديدية سبحان الله، لون السجادة ونوعها وكم عقدة، وهل هي سجادة حريرية ام من الصوف ام يدوية ام مصنوعة بماكينات والات، يعني انتباه عجيب. ورغم ان ايه مرت عليها مرور الكرام، انت جالس ساعة او ساعتين والسجادة تحت قدمي، وربما وقع شيء من يدك والتقطت من فوق السجادة، وانت لا تدرك ابدا ما لون السجادة. لو سئلت هل السجادة كانت كبيرة ام صغيرة، هل فيها لون احمر او اخضر او ازرق، انت لا تدرك هذا. فهي دقيقة الملاحظة، دقيقة الملاحظة. تقول هل نظرت الى باب بيتهم كيف هو جميل، وكيف ان المهندس الذي بناه سبحان الله يعني مهندس ناصح ومهندس نبي. طبعا انت لم تدرك اي شيء من هذا القبيل تماما. لماذا؟ لان عندهم دقة الملاحظة. فهي لما تكون دقيقة الملاحظة، خلي بالك على سجادة المضيف، فما بالك بملاحظتها عليك انت. انا اعطي في هذه الحلقة بعض المفاتيح للطرفين، للتقارب وليس للتنافر. مش معنى ان الزوجة الان تقول له انظر ماذا يقول الشيخ، انت سبحان الله العظيم يعني يجب ان تراعي انني هكذا دقيقة الملاحظة، وانا ان سألتك عن صغائر الامور، ويعني سبحان الله. حتى وجدوا من ضمن الملاحظات العجيبة ان حاسة الشم عند الرجل اكثر، عند الذكر يعني، اكثر من عند الانثى. عللوها بان المرأة دائما تضع عطور، دائما طالماها قاعدة في بيتها وطيب وكده، فقد يؤثر هذا على حاسة شمها. ولكن انت تلاحظ، او يجب ان تلاحظ، انك يجب ان يعني ترضيها في فهم طبيعة شخصيتها. ولمزيد من التفاصيل
كونوا معنا بعد الفاصل ان شاء الله حتى نبحث نحن وانتم والرجال والنساء عن مفتاح الشخصية كي ندخل الى الباب وتنصرح الاحوال وينصرح ما داخل الدار ان شاء الله رب العالمين. كونوا معنا بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا بكم. مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، ونحن نتواصل سويا عن البحث عن مفتاح الشخصية التي يستطيع الزوج ان يفهم زوجته والزوجة ان تفهم زوجها، وان يستطيع ان يلج كل انسان الى عالم الاخر عن فهم وعن فكر وعن تدبر، ليس عن عنجهية ولا عن وراثة ورثها من ابيه او وراثة ورثتها من امها، وانما القضية ان نتوارث الاخلاق الطيبة وان يسلك كل واحد منا نحو الاخر سلوكا يرضاه الله ويرضى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. من اخطر الامور التي لا يدركها بعض الازواج قضية الاستهزاء بالزوج. عملوا احصائية وجدوا ان المرأة اكثر تأثرا من الرجل بمن يستهزئ بها، والانكى ان يكون الاستهزاء من الزوج. قضية خطيرة، يعني ان يستهزئ بها زوجها اللي هو من الواجب يمتدحها امام الاخرين، بارك الله في فلانة، بارك الله في ام فلانة، ما شاء الله لا قوة الا بالله، يعني سبحان من ربى، يعني سبحان من هدى، يعني والد زوجتي والدتها على حسن التربية، واعطوني يعني سبحان الله ملاك يمشي مطمئنا على الارض ويترحم على يعني ابيها ويترحم على امها، سواء كان من في اعداد الاحياء او في اعداد الاموات. هذه مساحة يجب ان يتفهمها الزوج، لان المرأة تكره جدا ان يستهزئ بها، سواء امام اهله او امام اهلها او امام اي اجنبي. انت تريد يعني ان تصنع حسابات معينة، ما عليك الا ان يكون بينك وبينها، يعني امر لا نقاش في هذا. ايضا عملوا يعني نسبة في قضية المنافسة على في كسب الرضا، وجدوا ان المرأة اكثر يعني حرصا على المنافسة في ان ترضي الطرف الاخر، وبالذات لو كان زوج كريم، اب اخ، ابن اخ، ابن اخت بهذا المنطق. فعندما تكون سوية، عندما لا تكون المرأة او تخرج عن حدود الاسوياء، هنا يعني انا اتكلم عن حالات مرضية، انا اتكلم عن حالات سوية، حالات في بيوت المسلمين. ليه؟ لان ايضا وجدوا ان المرأة امهر سياسة في التخلص من المواقف الصعبة، يعني بلطف وبحسن ادب وبرقة وبذوق. ويعني يستثنى دائما ان المرأة المؤمنة التقية الورعة انسانة تبحث في البداية والنهاية عن مرضات الله عز وجل، وهي تدرك ان من مرضات الله ارضاء هذا هذا الزوج. واحيانا في ناس انفسها عامله زي الرمل، الرمال، مهما تعمل فيها من معروف لا تنبت. يعني فيه زوج يعني يتشرب المعروف، وزي مسام الرمال الواسعه الماء ينزل فيه لا ينبت كلا ولا يمسك ماء. في ايضا بعض من النساء نفس القضيه، انها كالرمال عندما تزرع فيها لا 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 لا, لا تستثمر ولا تستزرع ولا يحصد منها شيء ولا تستفيد منها شيء. ليه؟ لماذا؟ لان سبحان الله للاسف الشديد تجد عندها يعني هذه المساحه من نكران الجميل. في ناس بهذا الشكل، لكن نحن لا نتكلم عن عينات مرضيه، نحن نتكلم عن الاسوياء الاصحاء الذين يبحثون معنا على يعني مفتاح مفتاح الشخصيه. موضوع التقلب، عمر طبعا الاحصائيه وجدوا ان التقلب عند المراه اكثر، يعني ممكن تكون راضيه في الصباح بخبر واحد تنقلب عند المساء، راضيه في المساء لكن عند الصباح تتغير، ويتعجب الزوج غير فاهم لمفتاح الشخصيه. الله، كانت راضيه بالامس، كانت راضيه الاسبوع الماضي، كانت راضيه العام الاسبق، كانت راضيه الاعوام السابقه، لماذا تتمرد؟ لماذا يعني كل هذا؟ يعني يتعجب الزوج عندما يفقد ويقع من يده مفتاح الشخصية الذي هو من الواجب ان يدرك نفسية من امامه. ايضا سبحان الله العظيم المرأة دائما بطبيعتها عندها بذور مواهب. يعني ايه بذور مواهب؟ يعني ممكن لو جبنا ولد وبنت عندهم 6 سنوات، نعطي كلاهما اخاهم الاصغر
نعطي كليهما يعني الولد الصغير اللي له عمره شهور بسيطة 3 أو 4 شهور. انظر إلى تعامل الأخ مع أخيه، أن يضع بعيدا عنه ويلاعبه من بعيد. البنت تريد أن تحتضن أخاها، تريد أن تقبله، تريد أن تضع له مش عارف إيه في فمه، تريد أن تمسح على رأسه برفق. هذه طبيعة أنوثة مبكرة أو أمومة مبكرة، مشروع أمومة، مشروع أم. يعني 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 هذا الحنو، يعني سبحان الله، تنظر أنت إلى ابنتك وهي صغيرة وهي في بيتك، تقول سبحان الله من أين آتي لها بزوج كريم يحتضنها ويحتويها ويحترمها ويصبر عليها ويصبر على صلفها أو غرورها الذي ورثته من هنا أو من هناك. فيعني هنا يكمن حسن التربية بالمال الحلال، وحسن التربية بالقدوة، وحسن التربية يعني احترام الآخر، وحسن التربية بأن أن يعني أن تنبتها نبات حسنا وفقا لحديقة وبستان المعرفة الدينية والمعرفة الشرعية، حتى تستطيع أن تحترم الآخرين وتقدر الآخرين وتكون عندها الحياء الذي هو من صفات العذارة أو من صفات المرأة بطبيعتها. والمرأة المسلمة حيية يعني وتستحي من الله أولا ثم من الناس. يعني إذا قضية الـ يعني هذا المفتاح مهم جدا. استدلوا، يستطيع الآن العلماء أن لو كتبت اسمك فقط، أنت أكتب اسمك أمام خبراء معينين في علم النفس وعلم الخط، يعرفون شخصيتك من الخط. يقول هذا إنسان منظم، هذا إنسان هادي، هذا إنسان عصبي، هذا إنسان متوتر، هذه إنسانة متعجرفة، هذا إنسان سبحان الله من الخط، من الخط. فلما عملوا اختبار ل 250 امرأة و 250 رجل أو بنات وأطفال، وجدوا أن المرأة في الخطها أن أكثر إحساسا من الرجل، لأن عاطفتها مقدمة. يعني ممكن تكون يعني هي بالضبط كما يقول بعض الفلاسفة، هي كطائر البحر يشعر بالعاصفة قبل أن تهب. ولكن بعض من الرجال ينكرون هذه، ينكرون هذه الشاشة، وبالذات عند المرأة الصوامة القوامة التي تتقي الله رب العالمين. يعني دي بيبقى عندها الشاشة أكثر نقاء، أكثر وضوحا، تلمح التغير وتلمح الـ 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 يعني شيئا من السرائر، وكأن رب العباد برقتها أطلعها على 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 بعض من دخائر النفوس، تستطيع لأنها دقيقة الملاحظة تركز. أنت كرجل لا يعني تهتم بالأمور العامة، هي تهتم جدا بالامور الخاصه، يعني يعني بهذا المنطق. وكان يقال ان معاويه بن ابي سفيان جلس مع رجل ضيف يعني ياكل معه، فمعاويه اخذ اللقمه هكذا وقربها من فيه، فقال له الضيف: يا امير المؤمنين، شعره في لقمتك. يا ستار يا رب. قال معاويه: اتلاحظني حتى رايت الشعره في لقمتي؟ والله لا اكل معك. انت وضعني تحت الميكروسكوب، يعني وضعنا تحت العدسة، أمر خطير خطير. من ضمن ما فاتي أنا دائما يعني أنا بس بمر مرة الكرام على بعض من يعني خطوات أو مفاتيح الشخصية. قضية حب الذات، المرأة وجدوا أنها يعني يعني لا تعتني بشيء يعني كانت لا يخصها، لا يعود إلى شخصيتها. أما الآن الفضول يكاد يقتلنا رجالا ونساء، وهذا منافي لدين الله عز وجل. ولا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. اذا يعني لا داعي لان ندس انوفنا في حياه الاخرين، ولا داعي لان نتدخل فيما لو اذا تدخلنا سمعنا ما لا يرضينا. يعني من تدخل فيما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه. فانا لا اريد ابدا ان يكون هناك تدخل يعني سبحان الله يعني بين الـ 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 الناس وبعضها، بحيث ان يعني نضع انوفنا حتى من اهل الزوج او من اهل الزوج. لا داعي، دعوا السفينه تمر وتعبر يعني خضم الحياه، فان رست بخير، وان لم ترس ساعدنا نحن على ارسائها بالخير وبالموعظه، ولكن ما ناخدش مواقف مسبقه. لا داعي للمواقف المسبقه هذه، يعني تؤذينا. يعني لا لا يعني المواقف المسبقه لا تعود علينا بالخير، مواقف مسبقه سبحان الله لا تصنع معنا خيرا ابدا. ايضا الـ الـ
الحب السيطرة، الميل الفطري عند المرأة أن تتسلط على قلب الرجل، وده أمر طبيعي، يعني أمر لا ينازعها فيه أحد أن تتسلط على هذا الزوج وعلى قلبه حتى لا يحتل في هذا القلب أحد. حتى أنا أنصح دائما في المسجد وأقول في الدروس، يعني لا تذكر بخير امرأة قط أمام زوجتك حتى ولو كانت أمها، كانت أمها هي، هي طبيعة، هي طبيعة. لا تريد هي أن يشاركك، أن يشاركها في قلبك أحد، فلا بد من دراسة هذه المفاتيح. أنا الحقيقة يعني طوفت طبعا في بعض المسائل، أما مسألة يعني سبحان الله المظاهر العليا من الخلق والسلوكيات الأخرى، ده موضوع حديث لنا في 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 منطق آخر وفي موضع آخر. فأنا يعني أرجو أن أكون بهذه اللمحات وصلت إلى نقاط محددة أستطيع به أن أقترب من الطرف الآخر، وهذا أيضا بالأهم ليس للزوجات والأزواج فقط، ولكن لشبابنا وبناتنا المقبلين على الزواج، حتى نوضع لهم نقاط فوق الحروف. ونلتقي بعد الفاصل لنكمل حوارنا إن شاء الله رب العالمين، فمرحبا بكم وأهلا بتواصلكم. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن مع البيوت الآمنة ومع دراسة لبعض مفاتيح الشخصية ما بين الرجل والمرأة. أيضا موضوع، اهلا وسهلا، نبدا المكالمات. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا اخي من تونس، اهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. مرحبا سيد عمر. مرحبا ام ياسين، اهلا وسهلا. مرحبا بك. مرحبا اشكرك جدا على هذا البرنامج. الله يبارك فيك. انا جد فخوره بهذا البرنامج، وهو في الحقيقه هو فعلا انقطع الاتصال، حاولي مره اخرى ام ياسين، ان شاء الله معنا باذن الله. معنا مريم، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة وبركاته. لو سمحت شيخنا، انا متزوجة بقالي 4 سنين. ايوة. والحين حامل بعد صعوبة، يعني رحت على مصر سويت انابيب. الله يا بنتي يسر لك الامر ان شاء الله. نعم. ان شاء الله. فانا الحين عندي مشاكل، انا من اول زواجي عندي مشاكل بيني وما بين زوجي. كل مرة بقول يعني يمكن عشان هو اللي منه السبب الخلفة، يمكن عشان يمكن دايما يعني بخلي اعذار، يعني مساحة اعذار. نعم. عشان اجلس، عشان يمكن بقول يعني يوم ما حخلف بيتصلح حاله، حالنا كمان بيتصلح، انا نعم كمان بيهديني رب طيب العالمين. طيب. انه صرت كتير عصبية يعني. طيب. والسؤال يعني سنة عن سنة اعصابي زايدة. طيب. فالحين يا سيدنا انا يعني من ساعة ما سويت الانابيب صارت مشاكل مع والدته، يعني من ثاني يوم لما عرفت ان انا حامل صارت انقلبت علي، مع انها ساعدتني في الـ في الـ في الـ نعم في الامر يعني. نعم. دكاتره وساعدتني في العنايه. طيب. انسانه فاضله ما شاء الله عليها. طيب وما الذي قلبها؟ ما انا ما يعني اليوم الاولاني فرحت، ثاني يوم لقيناها مقلوبه وصارت بتقول لزوجي هي بدها تسيطر عليك بالولد، وهي وهي وهي. طيب. طيب. اطلب بس رب العالمين يتمم علي بالخير. طيب. يعني كيف بدي طيب اسيطر على ابنها وهو ابنها اصلا. طيب. سواء بالولد او من غير ولد غير مسيطر. طيب. ظبطت عليه خيانات سواء شرعيه او غير شرعيه. لا طيب. انا اخذت قرار. السؤال يا مريم، السؤال لانه انا قلت يمكن هالولد بيصلح الحال. طيب ان شاء الله يصلح. شو يا شيخنا شو؟ طيب ماذا تصنعين؟ حاضر. بارك الله فيك. شكرا يا مريم. نعم. ام رويده، اهلا وسهلا، السلام عليكم. السلام عليكم الشيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا يا شيخ انا في بدايه حياتي الزوجيه وعندي بنت، يعني اول بيبي الي. فمشكله دائما بيني وبين زوجي بيقول لي انت ما بتحترميني. يعني انا هو بحترمه وبقدره وموفر لي كل شيء في الدنيا دي، وبيحترمني وبيقدرني وشايلني، بس مشكله يقول لي انت لما تزعلي ما يعني بتطلعي برا الموضوع وما في احترام. نعم. انا كثير عصبيه. بس يعني نفسي احافظ عليه ونفسي يعني ما شاء الله بقدره وبحافظ عليه، بس مش عارفه والله احترام تفسير له يعني. طب ما هو الاحترام يعني؟ طيب احترام التقدير لبعض والتفاهم لبعض، يعني انه يفهمني وانا افهمه، وانا شايفه انه نحن متفاهم، بس هو كل مره بيقول لي انت ما بتحترميني. لا حاضر، انا هفصل له. انا بديله يا شيخ انه ربنا يوفقني على زواجي. انا هقول له كلمتين ان شاء الله الحين، لان انت انسانه محبه لزوجك وهو كذلك ان شاء الله باذن الله، ولكن انا ان شاء الله سوف اقول له كلمتين على الهواء ان شاء الله. تسلم يا شيخ. باذن الله، بارك الله فيك. ايوه الاخت احلام. ايوه السلام عليكم. عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الصحة يا شيخ؟ الله يرضى عنكم ويبارك فيكم. يا شيخ أنا زوجي خلقه ضيق. بس هي المشكلة بيننا إنه أنا نوعا ما هادية هو خلقه ضيق. يا بنتي دي مشكلة مليار مسلم. طيب وبعدين؟ حاولت أتعود عليها ومشيت بهذا الموضوع بس مو دايما أنا بكون رايقة إني أستوعب هاي الحالة. ليس يعني هذا الأحيان بيخلي إنه ما يكون في حوار بيننا. نعم. طيب. ارسل له كلمة ايضا ان شاء الله واقول لك كيف يكون العلاج. نعم. احيانا كتير كنت عم تحكي من شوي انه عن اسلوب السخرية. ايوه. انا زوجي الحمد لله لا يحترمني بس انا حساسة زيادة شوي. يعني ممكن يكون الموضوع بسيط بيحكيه قدام جماعة انا بحس انه هذا الشيء فيه استهزاء فيني. فهذا بسبب مشكلة بعد ما يروح الضيوف. والله ما شاء الله عليك انت معترفة بحساسيتك هذا شيء طيب. لا انا معترفة بهذا الشيء وزوجي يحاول انه يستوعب هاي النقطة وبدأ يخفف صراحة. من هذا الشيء. لا حاضر انا اجيبك باذن الله. طب يا شيخ ممكن احكي تحت الهواء معك ان شاء الله؟ حاضر باذن الله. يربع في التليفون الهاتف بتاعي في الاستوديو ان شاء الله. اهلا وسهلا. ايوه من القدس. اهلا وسهلا ام قدس. اهلا وسهلا ام قدس. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا. لو سمحت بس انا عندي متزوجه صار لي 5 سنين. انا عندي انه زوجي عصبي او شيء ثاني هو ما يتقبل نصيحه من اي احد ان كان مني او من اي شخص ثاني. ايوه. في البدايه بدا مع كان يبتدي في التدخين بس كان مش كثير بس حاليا طبعا زادت عند المشكله هذه. أيوة. ما يتقبل كلام من اي حد وانا مشيت الموضوع هذا لانه هو في كل مره اناقشه فيه يسبب لي مشكله. بس الحين ممكن انا تاقلمت مع الوضع هذا لكن الحين اشوفه نفس الشيء بالنسبه لصلاته. كل ما احاول اني اذكره فيها اذكره بصلاته اذكره بربه نفس الشيء ما يتقبل الكلام مني يعصب. طيب. في الموضوع هذا فما طيب. اعرف كيف ممكن. طيب حاضر مخدس. بارك الله فيك. ايوه لا نور. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا فيك. تفضلي يا بنتي. شيخنا انا متجوزه صار لي 2 سنين. ايوه. جوزي اول شيء بخاف الله كثير وحاجج وكل سنه بعمل عمره ما شاء الله وما بقطع فرد صلاه وانسان راقب كل معنى الكلمه بس ما شاء الله. احنا عندنا مشكله اني انا ما عرفت اوصل لمفتاح شخصيته. أوه. اوكي يعني هو انسان رايق هادئ يعني هادئ جدا. اوكي بس فجاه اوكي بس يعني بشك هو شوي. اوكي انه فجاه بصير انسان ثاني احيانا بضربني احيانا بحكي كلام ما انه منيح. اوكي وصار مطلقني 2 مرات طبعا. الله اكبر. اوكي طب كيف هادي وكيف طلقك 2 مرات لما يخرج عن حدوده بس يتعصب خلاص يبقى انسان اخر عنده. يصير انسان اخر. يعني نعم. حتى انه مره طلعت شغله انه صار بس يفوت على البيت قبل ما اقول له مرحبا اقول بقلبي ربي اعوذ بك من همزات الشيطان اعوذ بك ان يحضرونه انفخ بشه عشان بس يفوت على البيت رايق شوي. اوكي انت انفخ في وجهه كده علن يعني كده ولا من خلفه يعني؟ عفوا يعني انت تستعيذي بالله من الشيطان الرجيم وتنفثي في وجهه كده وجها لوجهه ولا من لا ما بخليه يحس. ما اخليه يحس. طب كويس. لا ما بخليه يحس. هو المشكلة عارف الان. طب وبعدين تفضلي. اوكي هاي هي المشكلة اني انا ماني عارفة كيف بدي اتعامل معه. طيب. يعني انا بالطلاق الثاني اللي اتطلقت اتصلت بمكتب حضرتك كان. نعم. حضرتك مسافر. طيب خلاص. فالشيخ اللي موجود بدالك هو اللي فتحنا انه الموضوع لا ما صار في طلاق بالنية. طيب. وما بعرف طيب. شو. طيب مأذون له في فبس يعني نحن طيب. انا اللي حابة اعرف انه كيف بدي اوصل له. حاضر. انت تريدين البحث عن مفتاح شخصيتك. ما شاء الله. تنفعي محللة نفسية ما شاء الله. طيب. ام احمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الله يرضى عليك يا بنتي ويكرمك. انا متزوجه بقالي بس 2 سنين. طيب. هي المشكله حضرتك بيني وبين زوجي يعني اهله. اهله هو. حتى ان انا مصريه يعني اني حتى اجي ان انا اعيش معاه هنا في الامارات دي عن طريق مشاكل ومحاله ما كانوا عايزين ان انا اعيش معاه. لانه المشكله كمان بيني وبين اهله دايما الفلوس يعني حضرتك الشيخ هو يقترض حتى من البنوك وبيستلف من اصدقائه علشان يعطي فلوس لاهله. وهل هم هل هم محتاجين بهذه الدرجه؟ لا مش للدرجه دي. هي المشكله دلوقتي انه حتى اصبح عليه يعني مبلغ جامد قروض في البنك. وحضرتك عارف انه
ان الوظائف دلوقتي ما بقتش متاحه حتى في الازمه الاقتصاديه في البلد وكده. فهي دي المشكله بالنسبه لي. انا بقول له نفسي يعني ان احنا يعني نكون اعطيهم بس لو انت عندك مبلغ مقترض وتعطيهم منه اوكي، انما انت المشكله ان انت بتقترض من البنوك علشان تعطيهم. وهو مش مقتنع بكلامي. طيب انت معذره، لو هو اقترض من البنك عشان ينفق على البيت وعليكي هتكوني راضيه؟ لا لا لا، انا اصلا ضد موضوع قرض من البنك ده خالص. طيب طيب تمام، طيب خلاص انت هجاوبك ان شاء الله. وهو دايما في كمان مشكله، دايما هو عصبي زياده عن اللزوم، يقول لي يعني ويقول لي ان دايما مش بتحترميني مش بتعامليني كويس، وانا مش عارفه شو اسوي له يعني. طيب حاضر بارك الله فيك. طب ممكن حضرتك، انا ممكن اخد رقم تليفون حضرتك؟ موجود في الاستوديو يا بنتي التليفون للتواصل، ممكن اطلبه يعطوني؟ نعم ان شاء الله. شكرا بارك الله. نعم ايوه دكتور عبد الله، السلام عليكم. اولا جزاك الله كل خير يا سيد الفاضل على مجهودك مع الامه فيه. الاسلاميه جماعه جزاك الله كل خير وعلى هذا البرنامج، يبارك فيكم يا رب. عندي سؤالين. نعم. الاول هو موضوع الحلقه رائع جدا، فهل يعني تنصحنا مثلا في يعني لمزيد من الاستزاده يعني بعض الكتب او المواقع طيب. في الانترنت طيب. السؤال الثاني هو انه انا يمكن احمد الله يعني عز وجل يعني على زوجي، يعني هو زوج صادق ومتدين وميسر الحال والحمد لله. طيب. وانا انسان حساس يعني بطبعي. ولكن المشكله يعني التي نواجهها دائما يعني تقريبا 12 سنه متزوجه، هو انه مثلا هو يعني في نهايه الاسبوع دائما نكون عندنا ناس او نذهب عند ضيوف او اهل زوجي او ضيوف. خلال الاسبوع يعني ياتي من الشغل يكون تعبان عيان، لا يريد ان يتكلم. الحكايه المستمره في البيوت امر طبيعي. نعم اما فنعرف هو يضحك ويكون نشيط وهكذا، فعندما اساله يقول يجب ان اتكلف مع الاخرين ولا اتكلف معك. ولكن مع المده يعني اصبحت يعني مرهقه من هذا الشيء نفسيا. يعني صرت دائما ابكي ودائما هذا، واحاول استعيذ بالله اشغل نفسي. فهمت السؤال. ولكن يعني فما هو مفتاح الشخصيه يعني لزوجي لكي ادخل له واجعله يعني. طيب بارك الله فيك. طيب بارك الله فيك. جزاك الله كل خير يا سيدي. بارك الله فيك. السلام عليكم. نعم. ايوه ام فهد، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، مرحبا. كيف حالك يا شيخ؟ الله يرضى عنك ويبارك فيكم يا رب. بس حبيت اشارك في الموضوع وانت الله يعني قصرت في الموضوع. يعني ايوه مفتاح يبدو الخط قطع مع مفات. السلام عليكم مفات، اسمعين. طب حاولي مره اخرى ان شاء الله. امير ايوه. الو السلام عليكم. ايوه عليكم السلام امير، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك فضيلة الشيخ، كنت عايزة اسأل حضرتك على حاجة. نعم. دلوقتي زوجي بيشتغل في بنك. ايوه. بنك ربوي. ايوه. فكنت عايزة اعرف يعني انا دايما بحس ان يعني في حاجة غلط او انه اللي بيصرفوا علينا ده غلط. فمش عارفة يعني حاولت ان هو مثلا يشوف في اماكن تانية بس للأسف يعني ما بتجيلوش فرص تانية. طيب فهل ده حلال ولا حرام؟ وبعدين حاولنا كذا مره معاه في الصلاه بس للاسف ما بيستجبش، يعني ساعات بيصلي واغلب الاوقات لا. حاولت كذا مره اتكلم معاه بس ما، لانه هو لم يتعود من صغره، هذه المشكله. نعم. والده كلمه، هو للاسف ما تعودش من صغره، بس والده كمان حاول معاه وكده بس والده يعني يحاول معه يعني ما بيصليش غير الجمعه بس. فما عنديش فكرة هل ده برضو كويس حلال حرام؟ لا هو مش كويس طبعا. طيب طيب حاضر ان شاء الله. ايوه سيد من السعودية، اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة وبركاته. كيفك يا دكتور؟ الله يرضى عنك ويبارك فيك يا ابني. والله منور. يرضى عنكم يا رب. الله يهدينا ويهديك ويهدي أم محمد اللي تسمعك يا الله. يا رب. حضرتك انا ابي رقم جوالك، معي سؤال كده. والله موجود الهاتف اللي ان شاء الله اللي بدنا نجيب عليه في الاستوديو. موجود الاخوه دعوتك في الاستوديو ان شاء الله، الهاتف في المكتب ان شاء الله. بارك الله فيك. ايوه الاتصال الذي بعده. ايوه انا لا اسمع. ايوه طيب يبدو اننا ابدا اجيب هذه الاسئله حتى لا تتكاثر،
ويبدو انني فتحت على نفسي فتح اليوم في موضوع مفتاح الشخصيه. فخير وبركه ان شاء الله. اولا مريم تقول انها من 4 سنوات متزوجه، اصبحت حامل من يوم ان حملت بعد لأي وجهد جهيد في مشاكل بينها وبين ام الزوج بعد ما كانت فرحه وهي اللي يسرت الامر يعني، وتحاول ان تصبر على مشاكل والدة زوجها، ولكن اصبحت هي كمان عصبية. واولا يا بنياتي الحمل اساسا يعمل عصبية، هذا امر، ومن الواجب الانسان ينظر الى النعم التي انعم الله عليه بها، فيعني يهدأ بالا ان الله سبحانه وتعالى رزقك حملا بعد مدة طويلة، وهذا يعني نسأل الله ان يرزق كل بناتنا الزوجات بالذرية الصالحة ان شاء الله. واعتبري ان ابتلاءك من اختلاف وجهات النظر ما بينك وبين ام الزوج، هذا نوع من الابتلاء، والابتلاء دائما الانسان يصبر عليه، يعني ما هو ما احنا مش عايزين نوسع الهوة ولا عايزين نهدم البيت، فبالتالي يعني راعي ان هذه امه. وبعض من الازواج للاسف يعني يخلطوا ما بين حقوق الزوجات وحقوق الامهات، ودي قضية عايزة توازن وعايزة زيادة شرح، وانا شرحتها كثيرا، ولكن ان شاء الله في البيوت الامنة سوف نزيدها شرح. فانا يعني ادعوك لا يقول انسان انا الصبر قد تبخر، الصبر لا يتبخر الا اذا بخرت انا، يعني من يتصبر يصبره الله. ليه صبرنا على التعليم 20 سنة منذ ان دخلنا او الصف الاول او في السنة الاولى للحضانة حتى تخرجنا وجميعنا 20 سنة من الصبر، لان احنا نريد ان نتعلم. طب الصبر ايضا يريد ان نكون متصبرين ان شاء الله. ربنا ربنا يرزقك يا بنت الصبر ان شاء الله. ام رويده كانت تسال انها تقول انها في بدايه حياتها الزوجيه وزوجها انه يقول لها انها لا تحترمه، وهي نفسها تحافظ عليه، ولما تغضب بتخرج شوية عن الحدود، وهو نفس القضية أمر طبيعي. أنا أقول الإنسان لما يكون بطبيعته عصبي لا داعي، لأن لما يصل لدرجة عصبية لا داعي للإدلاء بالآراء ولا السؤال عن أشياء، هذا أمر. يعني كان أبو بكر يقول إن لي شيطانا يعتريني فإذا رأيتموني غضبت فاجتنبوني، يعني إذن أبو بكر الصديق الحليم الرقيق الأرأف الأمة، أرأف إنسان في الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقول لما تروني في حالة شديدة خلاص تجنبوني إلى أن أهدأ. فأنت يا بنيتي نفس القضية، أنت عصر تدخلي توضئي سعيد بالله من الشيطان الرجيم، أغلق على نفسك الغرفة أولي كده، يعني حوقلي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان، يعني بهذا المنطق هدي نفسك وبعدين درش. لكن الإنسان لما يصل العصبية هذه مشكلة. القضية الثانية كبر الزوج، يعني ما هو انت لو انت استقبلتي عند الباب مرحبا ما شاء الله نورت البيت بارك الله البركه حل انت وهكذا، ولما تودعيه لغايه الباب وهو خارج الشغل كل يوم في امان الله ربنا معك ان شاء الله يفتح لك الابواب وان شاء الله تاتي لي برزق الحلال، يعني هذا اكيد يعني هذا من احترام الزوج. اذا جلست امام صاحباتك او اقاربه او امام اهله كبريه، هذا يعني ايضا يترك رصيد، والنفوس يا بنيتي جبلت على حب من احسن اليها وكراهية من اساء. الاخت بدنا احلام زوجها خلقه ضيق وهي حساسة زيادة عن اللزوم، وهو عنده اسلوب السخرية، او احيانا هي تتخيل انه بيسخر منها لان لحساسيتها المرهفة، طبعا دي مشكلة حقيقة، ولكن انت خفيش من حساسيتك، خذ الكلام على ان الرجل يعني من باب الهزار، وهو من الواجب ايضا طالما يعرف عنك هذا لا داعي لان ينكأ الجرح ويضغط عليه في لحظة الالم. الاخت ام قدس كانت تسأل ان من 5 سنوات متزوجة، زوجها عصبي لا يقبل النصيحة مدخن، هي تحاول ان تتأقلم على الحياة، ايضا كلما ذكرته بالصلاة لا داعي للتذكير المستمر، لا داعي للتذكير المستمر، ويعني النصح ثقيل فلا تجعله جدلا ولا ترسله جبلا. حقيقة الوقت قد مر سريعا، هناك بقية أسئلة إن شاء الله أعد بإذن الله الحلقة القادمة إن شاء الله، ونحن على الهواء معكم بإذن الله.
نبدأ إن شاء الله إجابة هذه الأسئلة. أريد أن أجمل يعني ما قلته، وإن كان يعني في السؤال في الوقت الباقي الأخت نور كانت تسأل أن وتقول أن زوجها الحمد لله يخاف الله وحج واعتمر وربنا أكرمه، ولكنه يتقلب وهكذا. اصبري عليه، والصبر مفتاح الفرج، وإدراك مفتاح الشخصية التي سوف أزيده توضيحا في الأسبوع القادم إن شاء الله رب العالمين. اللهم اطرد عن بيوتنا شياطين الإنس والجن، وأكرمنا ولا تهنا يا رب العالمين، ووفقنا وذرياتنا لمحب ونرضى، أصلح ما بين الزوجات والأزواج، ووفقهم لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. لا تنسوني من صالح دعائكم، ونستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه. نلقاكم إن شاء الله الأسبوع القادم في مثل هذا اليوم قبل ساعة من الآن إن شاء الله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.